بكم إلى موجز لأهم الأنباء. علمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي كأنه موجود الأخر اليوم. وينه هذا منصرع؟ ما بعرف، لازم يكون صرف، عمره ما تأخر كل هذه المدرسة. لحظة تليفوني عبره، رقم غريب. ألو ألو، نحن اللي خطفنا أبوكم، ولحتى يرجع لعندكم كنت تدفعوا مليون ليرة، وقال لي أبوكم رح يموت، وإذا بتفكروا تتصلوا بالشرطة ساعتها لتدوموا غير حالكم. شو؟ معبدة؟ 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 ألو؟ 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 فصل؟ فصل تليفون؟ ولا إيش في صار؟ اسمعوني دوية، روحوا جيبوا دخلونا جوا وربطوهم لوقت ما أهله يجيبوا المصاري بسرعة. شوفي شبكم، قولي قولي على هالمصيبة، قولي اخوك مجهود الخطف، اخوك مجهود الخطف بهدلنا واكلنا كنادر. شو ايمت وشلونه؟ مين خطفوه؟ ولك شو بعرفني، انا بعرف اتصلوا على امك قال بدهم مليون ليرة حتى يرجعوه، انا في معي مليون ليرة، غير لو معي مليون ليرة كنت شفتوني هون. طيب ايش رح نعمل هلا؟ ما لنا غير نتصل بالشرطة، بدي اتصل بالشرطة. لا اوعكم كل شيء للشرطة، إننا نقابلوا إذا بتبلغوا الشرطة رح نقلتوا ما رح نعيفوا عايش، تعملوا كل شيء لتخبروا الشرطة. ماشي أنا رح أتصرف. ماشي لك وين راحت؟ يخرب بيته. باتمان باتمان آه 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 أوه 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 آه 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 أوه 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 ولك الله لا يعطيك العافية، منين جبت هالشرطة أنت هاد؟ آه 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 والله شكلوا عملوا مصيبة كبيرة هادو سهرهم. لا اطلع اجيب شرطي مع البرندة. لك الشرط مو موجود، ولك رجع الشرطة انسرق، يخرب بيتهم من حالهم، شلون عم بيسرقوه من هون؟ عم تحسين الشرطة رجع انسرق؟ مين الحيوان اللي سرقوا؟ يخرب بيتهم من حالهم، الشرطة انسرق. والله شكلوا عملوا مصيبة كبيرة هادو سهرهم. لك مو مهم من زينة تحت في عصابة خطفت اخوي مجهود وبدهم فدية. شو؟ قولك ايه؟ قال بده مليون ليرة حتى يرجعوا زين. طيب شو رح نعمل؟ انا ما عم جهز مباشرة. انا بعرف لك المشكلة وبس اعرف مكانه. وإذا قال لك خطط عبالي خطة، اسمع لقال لك. ألو أنا بالمكان اللي اتفقنا عليه. جهزتوا المصاري اتفقنا عليها؟ شنطيت المصاري معي. ممتاز، وانتظروا مني مكالمة لحتى أخبركم عن المكان اللي حتواجد فيه. شو أقول لك زعيم؟ مثل ما كنت حاسب رح يدفعوا المصاري وهن عم بيضحكوا، بس خايف ليكون في كمين في الموضوع يا زعيم. بتصدق صح، خطرت على بالي فكرة، حاولي. ليكو هذا اللي معه جدين سودة يمشينا، طيب تعالوا نزل شوي يلا. شكله ما في حدا أمان في حالي.
جهزت المصاري؟ شنطاي معي. كمين يا غبي الروب.